حادثة غريبة في أمريكا، حيث اعتقلت الشرطة مواطنة تدعى كارلا ميشيل من سانت بطرسبرغ. استدعتها الشرطة 11,000 مرة هذا العام في ولاية فلوريدا الأمريكية، بما في ذلك 512 مرة خلال يوم 1 في يوليو. وقالت الشرطة إن مكالمات المرأة شكلت من حجم مكالمات القسم 10% على الخط غير الطارئ، حسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. هذه صورة المرأة التي استدعت الشرطة الأمريكية 11,000 مرة خلال عام واحد فقط.